مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآية تتحدث عن بحرين مالحين، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إذ أن اللؤلؤ والمرجان كما يذكر علماء البحار من الكائنات البحرية، وكلمة مرج في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، تعني الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب، فهذان البحران يلتقيان ولكن بينهما برزخ لا يبغيان، أي الحاجز. ويقول تعالى في آية أخرى تأكيدا على ذلك: وجعل بين البحرين حاجزا. ومع وجود هذا الحاجز فإن ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شديد، ولكن لا يبغيان، أي دون أن يبغي أو يطغى أحد البحرين على الآخر فيغير من خصائصه. هذا هو الحاجز بين بحرين، وقد أشار إليه القرآن الكريم، فماذا عن النوع الآخر؟ لنرى معا في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لقد وصف القرآن الكريم ماء النهر في قوله عذب فرات، والماء العذب هو الماء غير المالح، والفرات تعني شديد العذوبة. وبهذا الوصف خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال عنه بأنه عذب، إلا أنه ليس فراتا. أما ماء البحر فوصفه القرآن الكريم بأنه ملح أجاج، فالماء المالح هو ماء البحر، وأجاج تعني شديد الملوحة، وبالتالي لا ينطبق هذا الوصف أيضا على ماء المصب، فأين إذن مياه منطقة المصب؟ ماء المصب هو المزيج بين ماء النهر العذب الفرات وماء البحر المالح الأجاج، وقد وصفه القرآن بقوله: مرج البحرين، أي خلط ماء النهر والبحر، إذ أن مرج تعني كما قلنا الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب. ولكن ماذا يقصد بعد ذلك من قوله تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ كما كشف العلماء عن وجود حاجز مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على خصائصها المميزة، كذلك كشف القرآن الكريم عن هذا الحاجز بقوله: وجعل بينهما برزخا، ويبقى قوله تعالى: وحجرا محجورا، وهو إشارة مميزة إلى الحجر المفروض على الكائنات الحية نتيجة الاختلاف في درجة الملوحة والعذوبة، فحسب الوصف القرآني هي حجر على الكائنات التي فيها، ومحجورة عن الكائنات الحية الموجودة خارجها.